الرحيم وعلى بركته نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، لازلنا متواصلين مع حضراتكم مع انطلاقة ثالث أشواطنا لبيت القعدان الحقائق من المسافة 3 كيلومترات، حيث يشارك في هذا الشوط 18 شعار 18 اسم. الكل يبحث عن الناموس، الكل يبحث عن الصدارة وعن المركز الأول. هنا من يتواجد على أول التحديات، يتواجد هنا شاهين مع نادر بن محمد الحويطي، من يتواجد على أول التحديات، بينما الثاني المراكز سلاب وعبد الرحمن بن عبد الله البلوي من يتواجد ثانيا، بينما ثالث المراكز شاهين وسعود بن غريب الشمر يتواجد ثالثا، رابع الأسماء ورابع المراكز يتواجد متعب وسطام بن عواد البلوي، وخامس التحديات يتواجد معنا هنا غزيلان ومطير بن عتيق العطوية يتواجد على خامس التحديات. لكن نعود إلى المقدمة إلى الصدارة وإلى المركز الأول. هنا من يتواجد على أول التحديات وعلى أول المراكز، يتواجد شاهين ونادر بن محمد الحويطي. من يدفع بشاهين على المقدمة على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما ثاني المراكز سلاب يتواجد هنا على ثاني التحديات مع عبد الرحمن بن عبد الله البلوي، من يتواجد على ثاني التحديات، بينما ثالث المراكز يتواجد شاهين وسعود بن غريب الشمري يتواجد على ثالث التحديات وثالث المراكز، بينما رابع الأسماء يتواجد معنا هنا متعب وسلطان بن عواد البلوي يتواجد هنا على رابع التحديات، بينما خامس المراكز أيضا يتواجد معنا هنا النايف وعامر بن حمد أبو فراكة العطوي. لكن نعود إلى المقدمة إلى الصدارة وإلى المركز الأول، نعود مع شاهين من يتواجد على أول التحديات وعلى أول المراكز، يتواجد هنا مع شاهين نادر بن محمد الحويطي، من يتواجد على أول التحديات وعلى أول الأسماء، من يدفع بهذا الشعار على المقدمة وعلى الصدارة، بينما ثاني المراكز وصل معنا هنا سلاب وعبد الرحمن بن عبد الله البلوي، من يتواجد هنا على ثاني التحديات، بينما ثالث المراكز ما شاء الله تبارك الله وصل هنا شعار أبو فراكة على ثالث التحديات، أو شعار السيدة سطام بن عواد البلوي، من يتواجد هنا متعب يتواجد على ثاني التحديات، من غير مجريات هذا الشوط تسلل بدوره إلى ثاني التحديات، بينما ثالث المراكز وصل معنا هنا الفايز وعودة بن سلامة الحويطي، من يتواجد على ثالث التحديات ورابع الأسماء لا زال سلاب من يتواجد هنا، وخامس الأسماء يتواجد السيد عامر بن حمد أبو فراك العطوي. لكن نعود إلى المقدمة، نعود مع متعب من غير مجريات هذا الشوط وتسلل بدوره إلى المقدمة إلى الصدارة مع السيد سلطان بن عواد البلوي، من يتواجد على أول التحديات، من يدفع لنا بهذا الشعار على المقدمة وعلى الصدارة، بينما ثاني المراكز يتواجد هنا شعار السيد عودة بن سلامة الحويطي. لكن من تسلل هنا، من تقدم هنا، يتواجد السيد عامر بن حمد أبو فراك العطوي، من يتواجد هنا على المقدمة وعلى الصدارة وعلى المركز الأول. إذن النايف على المقدمة وعلى الصدارة بشعار السيد عامر بن حمد أبو فراك العطوي، بينما ثاني المراكز يتواجد معنا هنا شعار السيد عودة بن سلامة الحويطي الغالي، يتواجد هنا على ثاني التحديات، بينما ثالث المراكز متعب وسطام بن عواد البلوي. لكن نعود مع النايف عامر بن حمد أبو فراك العطوي، من يتواجد على أول التحديات، من يباعد المسافة بيني وبين المشاركين. تهانينا لو الناموس على هذا الفوز، بينما ثاني المراكز الغالي بشعار السيد عودة بن سلامة الحويطي، ومتعب ثالثا بشعار السيد سطام بن عواد البلوي، ورابع الأسماء سالم بن سلمان أم صبح العطوي، وخامس التحديات صالح بن شتيوي البلوي. إذا تهانينا والناموس لعامر بن حمد
ابو فراك العطوي على الفوز بالمركز الاول. التوقيت الزمني 4:44:25 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.